أوضاع بائسة يعيشها من تقطعت بهم السبل وفروا من الموت في مناطق القصف الإسرائيلي إلى مراكز الإيواء هذه. في مدارس وكالة الغوث تعكس الصور طبيعة الحياة القاسية لعائلات لا تحصل إلا على أقل القليل من احتياجاتها الإنسانية. رحلونا من بيت حنون وبيت لايا للمنطقة لمعسكر جباليا، ودخلونا المدارس، قصفوا مدرسة في بيت حنون اليهود، والوكالة ما عملت شيء حاجة. الحين اليهود مطلوب منا احنا نرحل على وسط غزة، وقاعد الوكالة بتنفذ هذه السياسة. فيش مية بلا مؤاخذة، عنا تفضل اديكم تصوروا الحمامات، المجاري مخليتنا، اكل ما فيش. ايش بدهم منا ما احناش عارفين. بالمناشير علينا هجر وروحوا، روحوا منها، وين الروح؟ يفتحوا لنا طريق يافا حتى نرجع على بلدنا. أكثر من يافا وحيفا واللد والرملة هاي بلادنا. وجينا على غزة مهجرين ولحقينا بالطيارات وبالمدافع، إيش بدهم منا؟ مع توسع التهديدات الإسرائيلية للسكان خلال الأيام الأخيرة، تضاعفت أعداد النازحين في مراكز الإيواء وغيرها من الأماكن كبيوت الفلسطينيين ومضافات العائلات والمساجد التي تواجه صعوبات كبيرة في توفير الغذاء والماء. الصف فيه 100 نفر، العائلات كلها بتحط النسوان جوا والأزلام بنام في الساحات، فيش مكان، يعني فيش مكان ننام فيه، لا في مية ولا في أي حاجة، فيش أي حاجة للحياة، يعني إعدام معدومين. وبنقول بنصبر احنا، بنقول هيك خد الله يفرج علينا، فيش حد بيطلع عنا، لا عرب مطلعين ولا دول مطلعين ولا حاج مطلعين. ايش فيها غزه؟ معي 9 انفار شارد من القريه البدويه من الشمال من على الحدود، وجاي هنا عشان انا تحميني الوكاله والله تحمي هذا، وانا لا بلاقي هنا امان ولا بلاقي هذا امان، ما لينا الا الله. هاي الدول العربيه كلها تمسك تصمت، الوكاله بتنضرب، المستشفيات انضربت، الدنيا انضربت، كل هيت وهذا، ايش بدنا نسوي؟ المشهد الأخير للنزوح الجماعي وصل إلى حد تحول الأرصفة والمساحات الصغيرة بين الطرق إلى أماكن لإيواء مئات العائلات التي تقضي ليلها ونهارها على الأرض وفي الشارع أمام المارة. شايف الناس يعني من كثر العالم اللي طلعت من عبسان وبنسيل وخزاع وبنسيل، أجت كلها أجت على خان يونس، ولا بدهم يروحوا يعني. فيش وسع، كل الشوارع انتهت، المساجد ملانات، المدارس، المحلات كلها انتهت، ما فيش وسع يعني، ولا بدهم يروحوا. هيا بالشوارع مرميين يعني، ايش بدهم يعملوا؟ احنا مدلولين هيك، احنا حاسين حنا مدلولين بالشوارع، فيش مية، فيش كهرباء، فيش غسيل، فيش شواعي، فيش بطاطين، نايمين بالشوارع. يعني لو نرجع هناك عند بيوتنا احسن، اشرب ما نيجي هنا. احنا 10 ايام موجودين هنا، احنا من خزاع هذا من دورنا موجودين هنا عنا 10 ايام، الاطفال قاعدين بموتوا من قلة المية، فيش مية، عندي 5 انفار مش لاقي لهم ولا نقطة مية، هيني من الصبح قاعد بدور مية مش لاقي مية. الأرصفة تحولت إلى مأوى للكثير من النازحين الغزيين بعد أن اكتظت بهم المدارس والمساجد والدواوين، ومع استمرار تدفق المزيد من المشردين من المناطق الحدودية لا أحد يعرف إلى أين سيذهبون. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.